سأل أخي سليم أيضا عن كيف يخفف أو ينسى الصائم عطشه وجوعه. طبعا وجود العطش والجوع أثناء الصوم وتحمل الإنسان لذلك بلا شك أن الإنسان مأجور عليه عند الله سبحانه وتعالى، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الصائم قال النبي عليه قال الله تعالى فيه كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيه، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجل الإنسان. إذا تخيل عظم الأجر الذي يحصل عليه بإذن الله تعالى بصومه يتخفف عنه ذلك، ولا بأس أن يفعل الإنسان ما يخفف عنه الصوم من المضمضة بالماء البارد، من الاغتسال بالماء البارد، الجلوس في الظل ونحو ذلك، هذا جائز يعني، كما كان أنس رضي الله تعالى عنه قد جعل له إناء إذا صام يجلس فيه يخفف عنه.